يعني بان يعني اللاعب كوكب المراكشي لاعب قديم يعني خد الاعتزال ديالو تيرمو في عمرو يعني السن ديالو كبير. عندنا واحد اللقاء على مستوى الفورتنايت لاعبين مغاربه ضد لاعبين يهود, مالك يعني تقول لنا الراي ديالك على مستوى الفورتنايت؟ واش الفريق المغربي ديال ام اس جي عنده امل ولا ما عنده حتى شي امل؟ السنيبه لك الكلمه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم, بالنسبه ديال ام اس جي عنده امل ولكن المشكله التكتيك ديالو ضعيف جدا, انه خاصو شويه تمريرات ومسائل انه يهزم الفريق اليهوديين. اوكي كنشكرك على التدخل اللي هو كان تكنيك, يعني عطيتي بعض لي تيرم تكنيك نحاولوا نشرحوهم للمتتبعين اللي فورسيمون ما عندهمش يعني مستوى كروي كبير. يعني كان كيهضر على مستوى لي باس اللي كيديروا بالاكس, كيهضر على مستوى ديال لي تير اللي كيديروا بالمربع, على مستوى البلاي. مي بون دونك فوالا, هذا كان معنا النيبا خوتي, هذا كيتخلص مليون في النهار. الجزائر الرياضيه جبنا فابور ليكم الفريق ديال ام اس جي باش انه يعلق لنا على اللقاء معنا. غادي يكون معايا كمعلق ثانوي, تقدر تفرج في ستريم وتعلق معنا. السي نيبا, واش كتقبل يعني هذه الدعوه ولا راك انت مشغول؟ على الرسولين. اوكي دونك السي نيبا كيقبل الدعوه, لان الشرف السي نيبا غادي يعلق معنا هذا اللقاء. انت غادي يكون عندك داكشي معطل, داك ما يخليكش تعلق لايف, تقدر دير تحليل يعني من يموت شي واحد ولا شي لعبه تقدر دير تحليل وتفهم تشرح الدراري يعني اللي ما عندهمش المستوى ديالك تبارك الله انت والخبره ديالك الكبيره على مستوى الفورتنايت, باش تشرح لهم باش يحاولوا يطوروا راسهم وصل فريق الام جي يستافدوا من الاخطاء ديالك. دونك اللقاء الصحفي دقيقه فيت في الكابيتان تاع الفريق هو انا طبعا. دونك اللقاء الصحفي ان شاء الله خوتي لون فاي سي دو ريبارتير دو زيرو, نصالحوا مع لي سوبورتير نتاعنا ان شاء الله. انا راني زعفان اي تو, مي لا جو في ايسيي دو فير دو مون ميو بور ايسيي دو غاني تو فوا, بور ايسيي دو غاني لو كور دي سوبورتير. لو كوتش يل مابيل لا جو دو ام جوتي. ا توت سويت خوتي. اوكي تنطلق المباراه, مباراه حميميه. شاد المربع هذا و the fuck. بون تما بعد نشوفو مباراة يعني حامية الوطيس بين فريق الام اس جي ودائما فريق اليهود المغاربة. هاد المرة اختارينا واحد يعني بوسي تشويز, اننا تلاحينا في واحد المكان اللي هو سميتو فاطر فيل, كتلاحو فيه غير النوابة. السينما شفنا تقدر تقولنا على اختيار المدرب لهذا المكان هذا اللي يعني اللي هو ضعيف؟ بالنسبة لهذا المكان اللي اختاريته هو جد مهم في لعبة فورتنايت, فبالنسبة إلى كنتي بتضمن أنك تبقى حي في هاد طيلة هاد المباراة, يعني ما عليك تدوز لهاد الأخر أسهل البلاصة هي هاديك. أنا هو لو أن في أم على الفريق اليهودي, هدف هدف الفريق المغربي ضد مجرى اللقاء, واليهود رقم واحد كيموس. أوكي غفلنا رقم واحد راح للزبل. يعني تقدم نسبي لفريق الام اس جي حاليا بهدف واحد من قدم اللاعب مروان. اوكي دائما الحيطه والحضار بان لي واحد اليهودي رقم جوج. نجمع خشب اوكي. دونك انا اللاعبين داني خطه ديال 3-1, هذا اللاعبين كيتقدموا واحد كيبقى اللور اللي هو انا. دونك انا اون افونس ما عرفناش شنو واقع, يقدروا يكونوا يسجلوا اهداف اخرى, نحاولوا نتقدموا انا نعاونوهم. اللي هو اكيد في الامر هو ان يعني كاين يعني واحد اللقاء مع فريق اخر غادي نفايتو معاهم دابا. رابع كيبوش ما كيبان لناش شنو واقع الفوق, غادي نحاولوا نطلعوا نعاونوا الدراري. انا كنظن اننا خدينا بعض النقاط, الفريق المغربي خدا بعض النقاط على مستوى ليكيل, نتاكدوا بعد هذا الفاصل الاجابه. اوكي دونك هنا مات بنادم, نجيو ناخذ الشوتغان و ني بري ناخذ الخشيبات. دونك الفريق المغربي او هدفين من عند اللاعب رابع اي كيو. يعني الكاميرا والتيرمون هدف كان سريع, كل كاميرا ما قدرتش ان تتبع السرعه نتاع هذا اللاعب المغربي الجنسيه يعني, ولكنه يعني جزائري الاصل. وكما قلت لك السي نيبا, بغيت نناقش معك واحد النقطه, هي ان يعني فريق الام اس جي ما فيهش يعني العنصريه. يعني حنا لاعبين معنا اهيا
اوكي راح للزبل. هدف اخر لاعب ربي اي كيو. دونك النقطه اللي كنت باغي نناقش معك السي نيبال المحلل ديالنا هو انه يعني فريق الام اس جي ما فيهش العنصريه كما كتشوف معايا. حنا لاعبين مع لاعب يعني مغربي الجنسيه ولكن هو جزائري الاصل، وحنا بغينا يعني نصلوا واحد الرساله للمسؤولين اننا حنا واخواننا الجزائريين حنا يعني حنا اخوه. بغيت زعما التعليق ديالك على هذه القضيه هذه السي نيبال. سينيبا راح. دونك هنا كنلاحظوا ان سينيبا ضرب الزمار بركلاهم مشى بحالو. ما عنديش نو زيد شطاح لهم. دونك سينيبا كيضرب الزمار كامل مشى بحالو. غالبا هذه مؤامره بالفاصل الاشاري هو عليه ديما غادي نربحوا ولا شي لعبه غادي نديروا فاصل اشاري باش نربحوا بزاف ديال الفلوس. ما دابا عندنا 17000 متتبع. شحال ما كان من واحد نزيد وحده 1000 دراهم. دونك عندنا 17000 متتبع يعني تنقلت لهذا الملعب باش انها تشاهد المباراه نتاع الايميجي المباريات الثانيه اللي يعني في اطار مصالحه الجماهير بعد الخساره المدله اللي تجبدوا كلهم في الريسكي. دونك هنا 17000 متتبع. نشوف شحال دابا كاين متتبع. 17000 متتبع باقي هذيك يعني 22000 اكيد بالي 17 ما عرفتش علاش. اوكي سليم كي هوست شكرا برو على الهوست ديالك. يعني 29000 متتبع كينتقلوا دابا للستاديوم ديال الام اي جي باش انهم يتابعوا معنا اللقاء. مرحبا بكم جميعا الاخوان، راكم انتم معنا في لقاء نتاع فريق الام اي جي ضد فريق اليهود المغاربه. دونك هنا كره خطيره عند فيني. فيني لو 1 في 1 ماقدرش يبني، داروا عليه بريسيون نحاولوا نطلعوا ناخذ الاوتور. هنايا نحاولوا نجبدوا الكارابين ما صدقتش. اوكي قتلوه. شنو هذه وقعت شي حاجه واحده اخرى ما فهمتش شنو هذا الشيء. يكون شي فولو هوست سليمان عنده نيه حسنه. كي وصلنا بواحد فيور اللي هو كنشكرك سليمان على الهوست ديالك. نكونتيني دائما اون سفي شوت اون بيغ بوكو ترو ديكا. هنا خصنا نهيليو. لاعب ديالنا طاح. فولو واحد اخر سمح لي ممكن ليش نقول سميت حنا غنموتو. انا لاعب جريح. اوكي نحاولوا نداويو قبل ما نمشيو نفايتو مع الدراري. فولو رقم 2 فولو رقم 3. كنشكركم الدراري على الفولو مرحبا بالجميع. ليتس جو. اوكي نحاولوا نعاونوا الدراري. اوه لا اي بيم سابور سيغ ان كيل. ايه ولا السباق يا خويا كتحط كطير. شكرا على الفرو ديالك فيت. دونك هنا نعاودو نزيدو شويه في الصوت. الجماهير زادو في الستاديوم دونك خصنا نزيدو في الصوت نتاع الستاديوم. اوكي خوتي وقع الصداع مابقاش كنسمع مزيان. بنادم تزاد بزاف. ما هذا اشوف شحال متفرج 49000 متفرج. يعني انهم تقلوا للتيران. شنو هذا الشيء بنادم كيخلص البي لي فولو لي هوست بنادم. اوت شو تاونا. انها مؤامره. نخدم معكم انا انفيرمي تبقى تموت تبقى تجي عندي كتكروع. اوكي كره عند اللاعب. انا كنخدم معاهم سيبور وليت معد بدني في هذا الفريق هذا. نحاولوا نعدوا هذا الخاين هذا. هاك هيلي والله الدبز. هيا بنا يا جيان. اوكي اللاعب كيتقدم مش غادي يقدر يدير شي خريطه هذه المره. غادي يبقى دائما معد بدني. فين راح تنطيرهم ما تبقاش نخدم معاك غير انت. بونجور طلع عليا. اللاعب كيسقط زون. ام داون. دونك انا كنتحول الى معلق. دائما الفريق ديالنا كله يعني في مأزق كبير. انا اللاعب عنده جوج ديال اش بي غادي يطيح. اوه كانيبال كان يمكن يزيد على رجلو مي كيختار انه يحاول يهدي راسو داخل المعمعه. كيحاول يحبو يعني باش يمشي عند الزملاء ديالو. انا اللاعب ام اس جي فينيل
واحد غادي يشوفوا له واحد اخر كنشوفوا لك على الفولو صاحبي دونك كيحاولوا يحبوا يعني نحو الزبعه الجماهير صدعوا على راسي بزاف ما عرفتش حكيم 1000 متفرج دابا حاليا على مستوى الميدان ما كنسمعش راسي نحاول نزير الكاسك على ودني دونك خلينا نحاول انه يهرب غادي يحاولوا يهليوا الاصدقاء ديالو الزملاء ديالو بالاحرى نشوفوا يعني النتيجه عندنا 5 ديال الاهداف اللاعب ربيع اي كيو هدف وحيد اللاعب السيوك هدف وحيد يعني اللاعب الراحل ام اس جي مروان وجوج ديال الاهداف اللاعب ام اس جي فينين دونك الفريق ديالنا راه غادي يمشي يدي يعني البطوله ان شاء الله عندنا 6 7 9 نتاع الاهداف 9 نتاع الاهداف هذه سابقه كرويه الفريق المغربي يعني على مستوى الفورتنايت دونك تخيل انا كيطمع كيحاول يدخل بشي خط اللعيبات كيشقم داكشي اللي بقى تما كامل كيحاول يجمع بعض لي بونداج الاسلحه وكيعاود يرجع للتيران دونك انا الجماهير باللي تزادوا اكثر غادي نحاول نزيدوا في الصف نتاع الجماهير باش يتقبلنا ودنينا كاملين الجماهير سعروا الجماهير سعروا يعني كيتحمسوا نشوف شحال باقي من واحد باقي 23 دونك الجماهير غادي نقص شي شويه تكالموا اخوتي الجماهير على ما نقربوا للفينيش دونك مرحبا بجميع الاخوان اللي جاوا عند السمير ديالنا السليم انا ما اعتقد نو شكون اللي وصلنا قبيله او اندرو ساب ثانك يو برو شكرا على السبسكرايب نتاعك هذا واحد خينا يعني كيدير واحد المساعده ماديه هذه المره يعني ماشي مساعده معنويه مساعده ماديه للفريق الكروي ديال ام جي كنشكرك برو على السبسكرايب ديالك تويتش برايم وشكرا جميع الاخوان اللي يعني خلصوا التيكي ديالهم وطلعوا للفولو بغيو يتفرجوا معنا في الكرادا دونك مرحبا بالجميع كما كنلاحظوا هنا كاين واحد المشكل على مستوى اللايف نتاع السيوك اللي عنده الشيلد من اللايف ديالو هابطه بزاف دونك واش غادي قدره اللاعب يكمل معنا اللقاء كيبان لي السفل ديالو هابطه بزاف ما نضرش يقدر يدير شي لعبه مي بون يعني ما نقمعوش نعطيوه فرصه حتى هو لاعب جون يعني عنده 11 سنه نعطيوه فرصه انه حتى هو يبين المستوى ديالو في ساحه الكبار شكرا على الفولو توتو هذا وهذا كيدخل معنا دائما لكرادا الدراري راهم مزيانين الدراري راهم مزيانين حاليا بقى 25 واحد هما 22 واحد بداو الصواريخ اوكي سيو كيون فواقع على صاروخ الفوق باش يطرطق داك الزمر بيم كاين والو من المشكل اللي دار هو انه علمهم بانهم راهم هنايا المشكله الثانيه هو ان كاين الزبعه البنفسجيه اللي كتبع اللاعبين ديالنا فهمتني باش انا طير لهم الاشبي ديالهم انا الاكبر لاعب اللي واكلها هو اللاعب ربيع ذو اللون البنفسجي واقرب واحد من الموت واش غادي يحاولوا يديروا شي لعيبه باش يطيروا غادي يكملوا على رجليهم ما عرفناش كنا غادي نعرفوا هادشي قريبا اوكي دونك اللاعبين كيحاولوا يجمعوا بعض الاخشاب ما فهمنا والو حتى انا ما فهم والو لاعبين الكره ولا كيلعبوا بيديهم هذا فريق بواحد الدوز دونك هنا اللاعبين كيحاولوا يجمعوا الخشب ما عرفتش كيسخر هذا اوه لا كيسكو تو في لا حاول ياخذ الصندوق ما غادي يضيع بزاف ديال الاش بي هذا الطمع عمل عينه مرحبا بالجميع الدراري الاخوان فلي غراتان دونك هاد خاين هدف الزوبعه الطمع ديالو خلى انه يدخل الزوبعه ويخسر بزاف نتاع الاش بي ديالو شوف الدراري الاخرين راهم افونسيين ما عندهم لا سكين لا والو فقراء يعني كلهم غادي يموتوا عاشوا فقراء وغيموتوا فقراء الفقير رقم جوج عنده الشكر اللي عند كلش اوكي اتون نونتون شتي تقب في السماء تقب على مستوى طبقه الاوزون بلاد مهابط اوكي الجماهير هنايا الجماهير غادي يهبطوا شويه الصوت نتاعهم باش انا نتكونسونطراو الجماهير بدو كاين الهدف كاين الهدف فريق الام اس جي فريق الام اس جي دائما فولو واحد اخر يعني هاد النهار لا بيتريش معنا الروسيطه مزيان دريت فولو وخلصوا البي بحال كاين بزاف ديال بنادم كيتفرج هو ما خلصش البي ديالو كيتفرج هما مفولويش فهمتي هذاك الناس كانوا وحدين كيتفرجوا في القهوه الاخرين جالسين بجنب القهوه كيتفرجوا بحال هكا انا درت هذه شحال كنت صغير مي بون كنت حازق دابا الحمد لله عندي اللاقه فهمتيني يمكن لي نتفرج في القهوه هذا شحال كان بنادم ايامات الماتش ديال بارسا والريال الاطفال اللي ما عندهمش الفلوس اش كيديروا كيرجيو في الجنب هكا يبقى يتفرج وي كريستيانو مارك وي روبرتو كارلوس دونك ولدي جالس كتفرج معنا في القهوه خلص البي ديالك خلص الكونسوماسيون وريح ضرب الفورم ما تبقاش تدوخ علينا اوكي صافايت هنا حماس كبير السيوك واقيلا في مازق السيوك في خطر السيوك قتل واقيلا شي واحد وي مي السيوك غادي يطيح السيوك كيطوم 25 اش بي سيو كيس في الومي هنايا الدراري كلهم في خطر لو ان في ان فينيش كيسمر فينيد وربيع كينفرد يعني بالصداره ديال اللي كيل بالصد اللي كيل حاليا اوكي خوتي اوكي هنا الصد ديال اللي كيل الفريق نتاع الام اس جي راه غادي مزيان ما عدا السيو اللي واكلها
مي كنظن انه غادي يشرب جوك جوك ولا شرب جوك جوك غادي يولي فول فاكين لايف اند فول فاكين شيلد اوسي. دونك انا بقات 15 لواحد الجماهير غادي يبداو يصعروا الجماهير كيطالبوا بالتوب 1 اوكي الجماهير تيفو ليتس جو دراري نطلعين تيفو ليتس جو ساكو 15 لواحد بقى يعني بقى 12 لواحد زائد 3 اللاعبين ديالنا. واش لاول مره فريق مغربي غادي يستطع انه يربح شي ماتش في فورتنايت؟ واش لاول مره غادي يصنعوا الفارق يكتبوا الاسماء ديالهم بحرف من ذهب في السجل ديال اول لاعبين المغاربه اللي استطاعوا انهم يفوزوا على الصليبيين واليهود باش انهم يستطاعوا يربحوا ولو لمره شي خريا؟ نحن ديما كنشاركوا ما كنربحوش هذه المره ان شاء الله غادي يطفروا. ليتس جو دراري لاو تيفو ياس ولوبنا معاكم اونشوت اونشوت حاليا كاين مجموعه اللي كيلعب تما انا استطاعوا انهم يشتموا الرائحه نتاع لينميت فهمتيني. دونك لاعبين ذوي خبره لاعب مخضرم بخبره كبيره في مستوى الفورتنايت دونك انا يشوت من المشكله هو ان اللاعبين الاخرين عندهم الهاي جراوند. انا اتاك انا فينير كي يسي دو سنايب فينير كي بالونس اون بال دو سنايب 400 متر مي للاسف ما قدرش يقيس لو وقع شي فولو واحد اخر انا ما اعتقد بيم سبسكرايب اندر ساب شكرا برو على السبسكرايب ديالك. او لا 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 القرطاسه فين دازت شوف هذا ماتش خيالي واحد خينا طار تما واحد خينا جوته ديالو بقى طايحه تما بقاو تسعود اللاعبين بلا اللاعبين ديالنا دوك اللاعبين ديالنا راهم عندهم جميع الحظوظ ديالهم انهم يتاهلوا لكاس العالم ويربحوا هذا الماتش هذا اللي هو مؤهل مباشر لكاس العالم اللي غادي تنظم في روسيا اللي زعما داز غادي يرجعوا ولا ما غادي يديروا ثقبه في الزمكان ما يبغوا ما تديش عليا بزاف راه حزق لك نو ايوا واحد اخر واحد اخر خص واحد اخر خص واحد اخر ايوا الدراري دوك هذا كيلوح عليه النحل الواخز يخدم تقنيه النحل الواخز على العدو غادي يحاول يطلع غادي يحاول يطلع غادي يجبد الشاط غادي يبقى مخربق اوكي هنا يا سيوك 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 اون هاي جراوند سيوك اللي عنده امكانيات عاليه على مستوى البيلد لو 1 في 1 لو 1 في 2 هنا سيوك هبطوا كلهم هبطوا كلهم سيوك يختار انه يمشي عليهم بجوج 360 نو سكوب نو 22 العدو رقم واحد غادي يطيح اي بيم باقي واحد كفر بالله رقم جوج اوكي الدراري راهم مزيانين دونك هنا السيف كيدفع براسو كيحاول يمشي لابعد نقطه ممكنه باش انه يدفع العدو رقم جوج العدو رقم جوج كيحاول يطلع كيدير الهاي جراوند يمكن يلوح عليه النحل الواخز هذا هو الوقت نتاع النحل الواخز اوكي هنا السيف لو انفي السيف كيسبخون بال دو شوت كان ديريكتومون في الوجه ديالو خطر كبير على السيف او نو السيف سيوك في خطر كبير كنسمع ضربات البازوكا ما عرفتش واش اصدقاء ولا زملاء او لا لا سيوك لعب سيوك حنا خارج على الكومبيتيسيون دون سي بون ريفيني اللي كان كيضرب دونك ترونكيل غادي يهيليو نورمالمون قبل ثلاث اللاعبين ضد اربعه اللاعبين اوكي فيني كيسف في سنايب رابع غادي يمشي يهيلي سيوك هولي شيت مباراه حماسيه الجماهير غادي يزيدوا دابا في الصوت الماكسيموم ايوا الدراري جيبوها يا الولاد هيا بينا يا اخوان الي فريق بوحدوز فريق اف سي بوحدوز يحاول مرة أخرى ربيع سدني كيل اي ما يخرجش من الباب وي دونك هنا ربيع ما عرفش كي يدير دونك اعتذر على هاد الانقطاع كنعاود فولور اخر واحد كان خلص الاضافه ديالو جلس معنا وكان الدراري ديالنا كلهم راهم كيعاينوا يعني الفرصه باش انهم ينقضوا على الفريق الخصم وكان عندنا سنايبر ديال الحجر وسنايبر عادي كيو نسيدو اولي الدراري انه اخر امل الفريق المغربي انهم يديروا شي نتيجه ايجابيه في شي خريطه شي مره المغرب يدير شي لعبه مزيانه هذا فوزي صافايت دونك هنا الحماس على شديه الناس مخلصين فرعون مخلصين ورقه الناس دايرين فورو كيعاينوا الوين يستفون باك ستاب ستيوك في خطر على ما اعتقد
لاعب السيوك السيوكي طومب غادي فينيشي هو قيلا فرقه باك ستاباهم لا 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 السيوكي طومب خطر 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 فيني اللي كيطومب بقى رابع بوحدو رابع 1 في 2 رابع لو 1 في 2 كيدخل البرومي كيل واش غادي يقدر فينيشي الثاني ولا لا لو 1 في 2 لو 1 في 1 رابيع رابع اي كيو بثمانيه ديال الاهداف يصنع الفريق لاول مره وكيعطي حظوظ للجماهير اللي كتابعوا عن طريق تويتش انه يقدروا يجيبوا شي طوب 1 لو 1 في 2 بقالوا رابع دابا كلهم بوشاو عنده وقال كنسمع الطياره جايين عنده صافا طلع في السماء باش ياخذ الهاي جراوند ويحاول يفايت مع دوك اللي بقاو في الماء رابع اخر امل فريق الام ان جي اخر فاكين امل واش غادي يقدر يدير شي خريطه هذا اللاعب اللي دجا بين على المهاره ديالو بثمانيه ديال الاهداف رائعه اوكي رابع كيكوموسا اونجاجي ما كينعمش شي عنده كيحاول يفايتي معاهم هو اللي كينقد عليهم كيدير احسن طريقه للدفاع هي الهجوم رابع كيف يان جامباد يطلع في السماء كيهبط عندهم مباشره ولا راه كيسكي في هذا الجوار هذا اللاعب المغربي كيحاول يدخل عندهم مؤن فيها كيسكي تي في بول زي موف اللاعب المغربي جميع الاعيون على هذا اللاعب اللي يقدر يدير شي خريطه اوكي فوق منه راه فوق منه هاري الى ماركا غادي يدير فيه تقب بينجو هذا الفكره زوين اللاعب رابع كيوش التسديده ديالو النهائيه يعني الجماهير على اشدها كلشي كيعاين شوف هذا اللاعب هذا لاعب شاب يعني مش يقدر يدير شي مزه ولا ما غادي تخرج جميع الاعيون مرصوده على هذا اللاعب المغربي اللاعب المغربي اللي يعني دوخنا راسنا بالبيلد ديالو الناس كيصفقوا لا 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 شاف شي ما وقعش شي لعبه حطوا حطوا حتى هما حطوا بياج اوكي رابع كي كومونس لوفونسيف اوكي رابع رابع كيطيح كلش راه مرا لو ان في 1 لو ان في 2 باردون لو ان في 2 على ربيع لا 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 ربيع كلها بزاف ربيع كلها بزاف 15 اش بي ربيع في خطر جو كخوا سي لا فان جو كخوا سي لا فان مي زامي ربيع فريمون في خطر في وضعيه اللي يحسد عليها ايوا ربيع 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 ما يفعل ربيع هدف ضد الاعداء يستطيع لاول مره انه يحقق نتيجه ايجابيه مع الجماهير